أعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل إلى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوز إلى نادي الأهلي المصري، وتواجد مستشار رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في العاصمة هذا السبت من أجل حسم صفقة انتقال قندوز يقول وانتهاء كل الإجراءات المتعلقة بالعقد. هذا وأكدت إدارة القلعة الحمراء في بيان لها أنها لن تجبر قندوزي على الالتحاق بتربص نادي القرن، وسيبقى لإكمال مشواره في بطولة الشان رفقة المنتخب المحلي تقديرا لنادي وفاق سطيف والجماهير الجزائرية الشقيقة. السلام عليكم. الحمد لله، كما تشوفوا اليوم بغيت في نادي الأهلي، وكانت كل أمور على كانت تمت على العمل الجيد، واشكر وفاق سطيف واشكر الانصار واشكر زملائي وكل الطاقم الفني والاداري، واشكر زملائي بزاف، وان شاء الله ان شاء الله السنه يتحسن بزاف المستوى، وان شاء الله وفاق سطيف تحقق بطولات، باسكو هي من الفرق اللي كل عام تحصد بطولات، وانا نتمنى للفريق التوفيق، وهذا الفريق ما ننساوش خيره اللي هو وصلني لهذه البلاصه، هو اللي طلعني وصلني المنتخب الوطني، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في باقي المشوار.